اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا وفقرتنا العالميه. نتحدث عن السيتي واليونايتد، مانشستر سيتي واليونايتد، كيف تراه؟ اظن للسيتي لسبب ان اليونايتد من يعني مع مورينيو بيدافع زياده عن اللزوم، يظل ان هو ممكن يشكل تهديد على السيتي، خصوصا ان دفاع مانشستر سيتي مش الدفاع القوي. يعني مانشستر سيتي لازم بيدخل فيه اهداف، 5 كلين شيت من 15 ماتش لحد دلوقتي، 10 ماتشات داخل فيه اهداف. تعال نبص على عكس الناحيه الثانيه عند اليونايتد، 10 كلين شيت. يعني انا شايف ان اليونايتد ابرز لعيب فيه الموسم ده، مش هقول لك لا لوكاكو ولا بوجبا ولا اي حد، دخيا غير طبيعي. حارس مرمى مرعب. احنا شفنا في ماتش ارسنال، كنت بقول قبل الفاصل النتيجه 3-1 لليونايتد، لكن تعالى بص دخيا عمل ايه في الماتش ده. النتيجه دي يعني دخيا، انا عايز اقول دخيا اللي جايب الثلاث اجوان ازاي؟ لا، حارس مرمى اتشاط عليه 15 كورة مؤثرة، جول. مش كور ضعيفة، صد منهم 14 كورة. هل هو الأفضل في العالم الآن؟ حاليا أظن بنسبة كبيرة دخيا، أنا مش شايف إن في حارس أعلى منه. امبارح كان في حوار ما بينه وما بين تييري أونري على شبكة سكاي، وأونري سأله هل تستطيعون يعني إيقاف السيتي؟ قال هل يستطيعون هم إيقاف اليونايتد؟ هل تؤيده؟ ممكن أؤيده في نقطة واحدة، إن دفاع السيتي مش هيسعفه قدام الهجمات المرتدة بتاعت تشيلسي، بتاعت مانشستر يونايتد آسف، لأن اليونايتد عنده خط هجوم ما بيهاجمش، بس عنده لينيجارد، راشفورد، لوكاكو، لعيبة سريعة جدا وأقوياء جدا، فيقدر إن هو يخترق الدفاع بتاع السيتي بسهولة، لأن أصلا دفاع السيتي أي فريق بيخترقه. لكن على الخط الهجومي، ما هو أنت السيتي بيكسب إزاي؟ السيتي بيكسب 5-2، 7-2، 4-1، 4-2، هكذا، فلازم يدخل فيه اهداف. الفكره هل دخيا هيقدر يصد الهجوم بتاع مانشستر سيتي؟ هي دي النقطه. اليونايتد هيسجل اهداف والسيتي هيسجل اهداف، ده مفروغ منه، لكن مين هيسجل اهداف اكتر؟ دخيا هيقدر يمنع اهداف كتير ما يوصلش السيتي ان هو يوصل لنتيجه يعني كبيره. يعني اذا انت بتؤيد ان تالق دخيا في مصلحه مانشستر يونايتد في الفوز بهذا اللقاء؟ اكيد طبعا، دخيا هو اللي هيحسم الماتش ده، لان السيتي بيهاجم 90 دقيقه. فهجومك 90 دقيقه، انت طبيعي الدفاع بتاعك ورا مفتوح مع مهاجمين عندهم سرعات عاليه واقوياء، فانت هيدخل فيك اهداف، دي مفروغ منها، امر مسلم بيه. انت كمان هتسجل اهداف، انت عندك لاعب زي دي بروين ده بيعمل اسيستات لاهداف وهو مغمض عينيه. هو وسيلبا سيلفا ساني ستيرلينج، سرعات ومهاره عاليه، أجويرو وخيسوس، يعني مهاجمين بيخلصوا من انصاف الفرص. فهيسجل اهداف، بس مين هيسجل اكتر؟ اللي هيسجل اكتر هو اللي هيكسب. دي يتحكم فيها دخيا. دخيا لو قدر ان هو يعمل اللي عمله في ماتش ارسنال، اليونايتد يكسب. لكن لو كان الموضوع مش يعني المستوى، او مش اللي هو مش 100% او 110% كمان، لا، السيتي اللي هيكسب. ولو سالوني على اختيار ماتش للمشاهده في الدوري الانجليزي كل الدوريات، هختار ماتش مانشستر سيتي ويونايتد، لانه في العديد من الامور، امور تاريخيه، والديربي التاريخي ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، على الرغم من تسيط طبعا مانشستر يونايتد تاريخيا في الكره الانجليزيه، ولكن مانشستر سيتي بوجود جوارديولا امام مورينيو ادى طابع كلاسيكو الدوري الاسباني، برشلونه وريال مدريد، حينما كان جوارديولا مديرا فنيا لبرشلونه ومورينيو مدير فني لريال مدريد، مره اخرى الى السخونه واجواء ديربي مانشستر الانجليزي. العام الماضي كان تفوق جوارديولا على ملعب اولد ترافورد في مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، وتعادل في اللقاء الاخر. اذا 4 نقاط خدها جوارديولا من مورينيو، وهنشوف بكره ماذا سيحدث. خلينا نرجع ل دور 16 في دوري ابطال اوروبا. يعني كيف ترى هذه المواجهات، وتتوقع مين هيلعب مين؟ ولا يعني انت لو بصيت استاذ محمد، دوري الابطال يعني في نجوم كتير قوي موجوده، يمكن بس هي بالنسبه لنا كان مفاجاه بشكتاش. طيب هنبتدي ليفربول، تتوقع يلعب مين محمد صلاح؟ مش ليفربول، اتوقع ان هو ممكن يقع في مجموعه ليفنتس مع ليفنتس مع اليوفي. يعني وصلاح بقى يلعب اليوفي، يجي فيهم هدف زي اللي جابه في الكاس مع فيورنتينا. احنا عايزينه يلعب فرقه بتهاجم عشان يبان. طبعا محمد صلاح ما شاء الله في هذه الفتره في واحده من افضل، ممكن يكون عشان هو متعود على الجوان بتاعت ايطاليا واللعب بتاع ايطاليا، فيبقى دي بالنسبه له اسهل ان هو هيلعب قدامها، يعرف ال طيب التعرف. ريال مدريد هيواجه مين؟ ريال مدريد بالنسبه لي اتمنى يعني ان هو يلعب مع حلو، اتمنى مع بشكتاش. بالنسبه لي بس عشان كده سالتك. طب برشلونه هيلعب مين؟ برشلونه اظن تشيلسي. تظن ما تتمناش؟ ما تمناش. بس حاسسها تشيلسي. طيب بتتمنى مين؟ اتمنى مين؟ اتمنى بازل. اتمنى بازل.
وخلاص بازل ما بعد انتقال عمر جابر فهيبقى يعني لامريكا فخلاص مشكله بالنسبه لنا. طيب ومانشستر يونايتد؟ اليونايتد اظن هيبقى يعني اعتقد واتوقع بايرن ميونخ ما يرجعوا بقى يرجعوا لنا فاينل كاس يعني دوري ابطال. هو غالبا الدور ده احنا هنشوف فيه مباريات قويه جدا لازم للاسف يعني عاده القرعه لما بتتعمل بيبقى فيه ماتش او ماتشين يعني الفرقتين عاديين يعني ممكن تلاقي بشكتاش وبازل انت فاهمني لكن يعني بشكتاش وشختار لكن لازم هتلاقي ثلاث او اربع ماتشات اللي هو تقعد تتفرج عليهم وانت مبسوط. نهايه مبكر بالظبط لازم يبقى فيه نهايه مبكر بالظبط. مانشستر سيتي السيتي اصعب بورتو اف سي بورتو انت عايز السيتي يذهب بعيدا في البطولات على الرغم ان بورتو برضو فيها لعيبه كويسه لعيبه محترمه مش فرقه سهله مش فرقه سهله مع ياسين ابراهيم المتالق وخلينا برضو نكون واقعيين مجموعه بورتو في دور المجموعات كانت اقوى المجموعات سيبك من الاسامي بس انا بيبقى تنافس موناكو لايبزيج بيشكتاش بورتو الاربعه قريبين من بعض فانت بتشوف ماتشات قويه. طيب باريس سان جيرمان يا ابو حميد بالنسبه لنا اتمنى ان هو يخبط مع تشيلسي. اتمنى ان هو يخبط مع تشيلسي انت عايزه يخرج بس دي هتبقى مواجهه متكرره باريس سان جيرمان وتشيلسي يعني واجهها قبل كده اعتقد من بعض لعبوا قبل كده من سنتين مع بعضيهم فهتبقى يعني باريس سان جيرمان هل وارد ان هو يلاعب فريق مثلا زي توتنهام؟ لا باريس ما يجيلوش مش هينفع عشان لا باريس اول وتوتنهام اول باريس الاثنين اولين لازم يجي له حد يبقى يجي له حد من الناحيه الثانيه. شختر دونستيك شختر ممكن يخبط مع يعني بالنسبه لنا ممكن مع برشلونه اتوقع انه يلعب مع برشلونه. هو دي مواجهه متكرره جدا لان هم واجهوا بعض وكعبه عالي يعني برشلونه بيلعب بشختار ويوصل النهائي يعني سكته سلكه. في النهايه طبعا هذه الفقره اتكلمنا عن كل الجوانب العالميه الكاس العالمي للانديه ايضا دوري ابطال اوروبا الدوري الانجليزي ومواجهه مانشستر سيتي واليونايتد غدا وايضا كان في اطلاله على اخر نتائج الدوري الممتاز مواجهه الاهلي ومصر المقصه. في النهايه طبعا بشكر ضيوفي الكمار الناقد الرياضي استاذ محمد ديك شرفتني بوجودك. استاذ محمد سعداء جدا ان احنا كل ما حضرتك النهارده شرف ليا ايضا الناقد الرياضي الاستاذ احمد الشريف شرفتني ونورتني. شكرا لك يا محمد شكرا لك. لسه مكملين مع حضراتكم عندنا ليله المباراه الاهلي ومصر المقصه بعد هذا الفاصل استقبل ضيوفي الكبار كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم وايضا كابتن ربيع ياسين. اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي حديث.